سامسونج ما جاتنا بمجرد هاتفين ينافسوا بيهم كل التقنيات العالمية الموجودة حالياً. سامسونج جاتنا بمجموعة من الأجهزة اللي تشتغل مع هواتف جالكسي S7 و S7 Edge في نظام بيئي تكاملي. عندنا نظارة الجير VR اللي تستخدم شاشات جالكسي S7 أو S7 Edge عشان تنقلنا من واقعنا إلى أي واقع افتراضي نختاره، سواء كان هدفنا الفرجة على الأفلام أو المسلسلات، الاستمتاع بالألعاب ذات الأبعاد الثلاثية أو المحيطة، أو زيارة بعض الأماكن اللي نفسك تشوفها بس ما ودك تسافر لها. وعندنا كاميرا جير 360 اللي زي ما احنا شايفين فيها كاميرا من جهتين، وتقدر هذه الكاميرا التقاط الصور او تسجيل مقاطع فيديو محيطة ب 360 درجة، ونقدر من خلال البرنامج الخاص فيها تحديد اذا نبغى ناخذ صورة او فيديو بوحدة من العدستين، ولا نصور بالعدستين بنسق محيطي، ونقدر نشارك بهذه المحتويات على الفيسبوك او اليوتيوب، ويقدروا الناس يشوفوها زي ما صورناها بنسقها المحيطي. وعندما هذه الثلاثة الأجهزة الرائعة، فحنلاقي إنه سامسونج جاتنا بطريقة جديدة لحفظ الذكريات وبطريقة جديدة لاسترجاعها. فبدل ما نقعد نطالع في صور ثابتة أو مقاطع فيديو على شاشة مسطحة، لو صورنا مناسباتنا بكاميرا جير 360 وتفرجنا على فيديو باستخدام الجير VR، حنحس كأننا بنعيش هذه الذكرى من جديد.